حشد رائع واداء رائع لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات بينضم لنا طبعا الناقد الرياضي الاستاذ احمد الشامي، برحب بيك طبعا في البدايه وحضورك النهارده طبعا عايز اكلمك عليه مقر النادي الاهلي بالجزيره اليوم الثاني، واستشهد بيك كمان في اليوم الاول، شفت الحضور ازاي، الوعي ازاي بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ مبدئيا برحب بيك وبرحب بالكابتن احمد فاروق في الاستوديو. انا عايز اقول بس ان الصوره او محاولات تشويه الصوره اعضاء جماعه عموميه ده اعتقد كان الردود عليه كبيره جدا، سواء في الحضور امبارح اللي تخطى 8000 وانا كنت في الهواء في الاستديو وقلت ان العدد هيخطى 8000، والناس بعض الزملاء او قناه فضائيه زميله حاولت تشكك في الموضوع ده وتعمل ان في خلخله ما بين المراسل لما قال امير وانا اتكلمت في الاستديو. انا بس حبيت اكد النهارده ان الحضور النهارده بقى اكبر بكتير، التواجد اكبر للجماعه العموميه، تاكيد ان النادي الاهلي هو اللي بيضع لائحته. يعني هي القصه كلها الناس بتدخل الصراع في صراع انتخابي، لا هو الموضوع ملوش علاقه بالانتخابات، هو الموضوع ليه علاقه بمصير اولاد وابناء واحفاد ومستقبل مستمر لسنوات طويله في النادي الاهلي. عايز اقول كمان ان الحضور النهارده يعني على حسب ما كنا بنتكلم دلوقتي تخطى العدد المطلوب بكتير جدا، بخلاف الاعضاء اللي حضروا من الشيخ زايد تم وضع صناديق خاصه ليهم علشان تكون خارج اي دايره للتشكيك في انه يكون في تزوير في الانتخابات. يعني خلينا بس تزوير في التصويت، ما فيش حاجه اسمها تزوير في التصويت في النادي الاهلي. النادي الاهلي لو كان عايز يزور تصويت كان ممكن يوافق على جمعيه عموميه في يوم واحد زي انديه تانية، الموضوع كان يبقى سهل جدا ويكون في حشد والموضوع ينتهي. لكن هو تيسير مجلس اداره النادي الاهلي على اعضائه انه يكون في تواجد وحريه للراي في مدينه اهلي مدينه ناصر، ثم اليوم الثاني وهو اليوم المقر الثاني او المقر الاول الرئيسي يكون فيه اليوم النهائي، هو ده التاكيد ان النادي الاهلي بيسير في الاتجاه الصحيح. اللائحه هي لائحه لاعضاء النادي الاهلي، من الصعب ان انت تضع لائحه على النادي الاهلي. انا كمان بس عايز اقول بقى خبر خارج خارج التصويت، تم تصعيد الكابتن مصطفى شوبير نجل الكابتن احمد شوبير بعد الهجوم الكبير اللي عمله الكابتن شوبير امبارح. يعني عايز اقول ان مجلس الاداره بيتعامل بديمقراطيه، يعني ملوش علاقه ان انت تهاجمني بان انا ممكن ابخس حق لاعب، خاصه في ظل تحويل الصوره من حفاظ على مبادئ النادي الاهلي الى صراع انتخابي. الامور لابد ان تضع في نصابها الطبيعي، النادي الاهلي يحتاج الى تكاتف ابنائه، يحتاج الى ان يكون التواجد اكبر للتاكيد على ان الراي للجمعيه العموميه وليس وليس للاشخاص الذين يملى عليهم. ويعني لو جيت تعمل بشكل ديمقراطي اكبر شويه، النادي الاهلي هو اول من وضع رايح، يعني النادي الاهلي وضع لائحته من سنوات طويله والانديه كلها كانت بتتعلم من الاهلي في لائحته. لما النهارده النادي الاهلي قرر ان هو يكون عنده لائحه تحترم اعضائه، هو ده كان المهم، مش القصه الموضوع لا علاقه له بالانتخابات، لا علاقه له باي صراع، لا علاقه له الا باعضاء النادي الاهلي والحفاظ على حقوق الاهلي ومبادئ النادي الاهلي والتاكيد على ان المجلس يعمل لصالح النادي الاهلي وخدمه ابنائه. كل الشكر والتقدير للاستاذ احمد الشامي زي ما بنتكلم طبعا الناقد الرياضي.